الأساتذة الكبار حضراتكم نتشارك كلنا في هذا الأمر. ده يخليني أقول أنا ككلاتنبرج يعني أعمل إيه؟ أدوس على نفسي أكتر في الشغل. أيوه. أعمل كل ما هو كل اللي أنا عايزه عشان أحاول إن أنا أنجح التجربة دي يا أستاذ محمد. أو حاجة تانية بس أنا إن هو يعمل اللي هم عاوزينه. أيوه. يعني عاوز أقول لحضرتك يا كابتن أنا دايماً هل هو قبل ما حضرتك تتكلم صح عند حضرتك حق ولكن أنا دايماً ما بتكلم بإيه؟ بالكوباية المليانة طبعاً 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 ما أحبش أتكلم في الأمر ده على الرغم من إن كل الشواهد أو معظم الشواهد بتودينا للكلام اللي حضرتك بتقوله ده. اتفضل. عاوز أقول لحضرتك على حاجة. هل هو لما جه خد مثلاً الشهر الأجازة بدون مرتب كان وليد النهارده ولا كان اتفاق من الأساس؟ اتفاق من أسبوعين يعني أنا أعتقد قاعد معاه متفق لأن هتولى هنا ما قال لهمش أنا عندي كأس اتفاق من أسبوعين يا أستاذ محمد اتفاق من أسبوعين أنا بقول لك يعني أنا الصورة واضحة لكن أنا عايز أقول لك على حاجة هنا نقاط الكلام اللي هو بيتسرب بيترمي لك ده بص تروح مرمية لك جملة إيه ده الأستاذ جمال علام مش عايزه غاضب ومعاه اثنين ثلاثة ليه يا عم مش عايزين متضايقين منه يا عم مش عايزين عاوزين نخلص من الحدوتة طب هو مين اللي جابه؟ يعني هل اتحاد الكورة من داخله؟ فريقين ولا فريق واحد؟ ضغوط المفروض ايه؟ فريق واحد طبعا. لكن هو صاحب الفكره مين؟ كان الكابتن حازم امام واللي طرح الاسم من البدايه كان الكابتن ميدو يعني هو اللي قال يا جماعه وبدات العمليه طرح في البدايه صحيح عشان تكلم الراجل بدا يعمل حاله حلحله في الشغل يعني ايه؟ بدا في حاجات انت تشوفها لانه اللعيبه عندنا اتعودت على تحكيم من نوع اي فاول زقني ده مسكني من مش عارف ايه من صباعي عارف انت بانت الامور دي واتضحت في المواجهات الافريقيه في الكاميرون ان الحكم ما بيصفرش على كل لعبه في مواجهتينك مع السنغال انت برضو كنت بتقع منتظر الحكم يبص عليك عشان يديك فاول مش هيديك بص الراجل على ما يبدو انه بدا يزعج ماشي مش عاوز اقول الصقور لا ده اشد من الصقور ها في اشد ايوه لا في بدا يضرب في مناطق انت ايه انا مش عاوز انجحك ما هو نجاحك ده هيدمر على القديم والجديد ومش هيخلي حد يرجع زي ما احنا قلنا لو الراجل ده جه فجاه قالوا له مع السلامه انا بقول لك هيبقى معاه قد كده وهطلع يقول اللي هو عايزه محدش بقى وقتها ما هيتكلم الراجل ماشي بخطى كويسه عاوز تنجح المنظومه يبقى انت ايه لازم تحافظ عليه طب هو لما جه قال لك انا عاوز اروح شهر خلاص انت من الاول ما كنتش واضح ليه معاه يا استاذ محمود يعني هو ينفع ان في حاجه اسمها ناجي دلوقتي واجي مين اللي هيدير يا انا بقول لك لا ما كنتش مين اللي هيدير يعني عارف حضرتك لو حد مثلا ايه من الحكام لا يدير كنت هقول لك ماشي لكن مدير الاضاءه يعني مدير هو مين اللي هيدير اللجنه صحيح حد من اللجنه مثلا انا بقول لك يا كابتن ده يرجع لمين لكن رئيس اللجنه نفسه اللي هو معتمد عليه او اللي انت بتتمحور عليه كل الامور صح ما ده يا كابتن بقول لك ايه كان الاتفاق من الاساس كده في حاجه في الاتفاق والكلام كان المفروض يبقى الموضوع واليونان برضه ما كانتش مفاكر انتوا فاكرين طبعا لا لا لهم هتبقى بال واستاذ محمود على يعني فكره كمان عفوا يعني هي مش محتاجه اتفاق انا متعاقد معاك ماشي لفتره زمنيه صح طبعا الفتره الزمنيه دي انت بتاعي معايا يعني انت شغلك معايا انا مش شغلك